واحد بيقول كان الانبا بولا اعظم من الانبا انطونيوس في القامة الروحية، بالدليل ان انبا انطونيوس كان بيقول له يا ابي. فلماذا لا نقول اسم، لماذا نقول اسم الانبا انطونيوس قبل اسم الانبا بولا في القداس الالهي؟ مين قال انه اكبر منه في القامة الروحية؟ وكان اكبر منه في السن، وربما بيقول له يا ابي من جهة السن يعني، لكن مش معناها انه قامة روحية اكبر. لكن المهم ان احنا بنقول اسم الانبا انطونيوس اولا لانه اب طريق روحي ملائكي جمع حواليه كل رؤساء الاباء الاول كانوا من تلامذته كلهم. فبنحطه في الاول لانه اب للرهبان عموما، ولذلك مش بنسميه اب جميع الرهبان بس، بنسميه اب الرهبان. انبا بولا كان شخص كويس وقديس وكله، لكن كان عايش لوحده، ليست له مدرسة رهبانية ولا تلمذ ناس ولا قاد طريقا من الطرق، لا يعني كفرد.